السلام عليكم، اشتقت لكم كتير من الفيديو الماضي. اليوم أحبائي رح نعمل فيديو حلو، فيديو هلأ مفروض ينعمل. موسم الرمان بلش وكتير ناس بتحتار كيف تفرط الرمان، في ناس بتعمل الرمان بطريقة كتير غلط. اليوم رح أقدم لكم طريقة مهمة، طريقة كتير حلوة، ان شاء الله يا رب تحبوها وان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة وتجربوها لأنها سهلة وعملية. والحلو انه الرمان ما رح يدقر بإيدنا وقت لما بدنا نفرفط الرمان. كيف هذه الطريقة؟ الطريقة بكل بساطة بالمصفى، بالمصفية، حيالله مصفية موجودة عندكم بالبيت، المهم تكون شوي كبيرة. أنا عندي كذا نوعية أو كذا حجم، عندي هايدي وعندي كمان هاي كمان كبيرة، يعني حسب الحجم الرمان اللي بدكم تشتغلوا فيها. وعندي هايدي يعني في كذا وحدة. طبعا عنا هون الرمانة مثل ما شايفين، أول شي بدنا نشقها أو نفتحها. بسم الله. طبعا منشق المايل الفوقاني، منبلش نفتحها بهيدا الشكل، منتبع الخطوط الموجودة بقلب الرمانة. هيدا الشكل، هنرجع نجيب السكين ونشيل هيدي. هيدا الشكل. عندي هيدي المصفاية كبيرة فرح جرب اني اعمل فيها. منحطها بهيدا الشكل ومنجيب شوبك او اي شي تقيل، منبلش نخبط بهيدا الشكل. الحلو انه ما رح تظهر ولا حبة رمان لبرا. هشفتوا هون الفكرة من استخدام المصفى لفرط الرمان. هلأ رح شيلها مثل ما شايفين، هيا فضيت كلياتها تقريبا وما دقرنا الرمان مثل ما شفتوا بإيدنا. وهيدا الرمان والطاولة عندي ضلت نظيفة، ولا حبة رمان واقع على الطاولة. طريقة حلوة، جربوها أحبائي. طيب إذا حبيتوا تعصروا الرمان، شو هي الطريقة لنقدر نعصر الرمان بطريقة سريعة؟ بكل بساطة عندي هون العصارة، بس هون حابة أعطيكم فكرة. طبعا إذا بتحبوا طبقوها، إذا ما عجبتكم في طبعا عصارات خاصة للرمان، بس هون إحنا عم نقدم أفكار بتقدر أي ست بيت يعني بتقدر تجربها وتشتغل فيها بكل بساطة وبكل سهولة، يعني قصص متوافرة بالبيت. كأنه عم نعصر حامض أو عم نعصر ليمون، كله بجمع البذر هون والعصير بينزل لتحت. شفتوا كيف؟ خليني صبها. وهذا الرمان أحبائي مثل ما شايفين، طريقة سريعة، طريقة حلوة. إن شاء الله تكون كل الأفكار أحبائي اليوم اللي قدمت لكم إياها أفكار بتكون عملية لحتى تطبقوها عندكم بالبيت. بتمنى إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك كتير كبير للفيديو، إذا بعدكم ما اشتركتوا انزلوا اشتركوا بالقناة.
بتفعيل كلمة اشتراك أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس والكبس على كلمة الكل. بهاي الطريقة بتكونوا اشتركتوا بالقناة، ويا أهلا وسهلا فيكم. هلأ أنا أحبائي بدي ودعكم، ما تنسوا تعملوا شير للفيديو ليستفيد الكل. إلى اللقاء، باي باي.